كلمتين على الماشي. زي ما انتوا شايفين روميو دلوقتي بياكل قمح اللي هي بتبقى موجودة عند العطار او في اي سوبر ماركت. القمح ده مفيد جدا، بيبقى سهل الهضم، فيه كالسيوم وفيه كمان مغنيسيوم وغني بالفيتامينات والمعادن زي ما انا قلت كده. هنجيب منه معلقة وهننقعها في المية لمدة ليلة كاملة، بعد كده هنحطها على النار لغاية ما تستوي وتبقى تتقل زي ما انتوا شايفين كده في الطبق. القمح ده مفيد جدا للقطط، بس هنحطه بكمية قليلة لو القطة بتاعتنا أول مرة تاكله، علشان بيبقى فيه قطط عندها حساسية من القمح. ممكن كمان نضيف عليه اللبن خالي من اللاكتوز للقطط لو أول مرة تاكله، علشان تشم ريحة اللبن فتاكل الغلة. لو ما عندناش لبن ممكن نجرب زي ما أنا حطيت كده الروميو بالهنا والشفا زي ما انتوا شايفين بياكل. أنا حطله فيه شوية من السوائل علشان هو بيحب يشرب سوائل مع الأكل، دي برضو بتعوض جسم القطط اللي ما بتشربش مية كتير. فلما نحط الاكل نحط فيه سوائل زي شوربه مثلا، هنعمل لها اي نوع من انواع الخضار بيبقى فيه سائل شويه كده، علشان هما بيحبوا يشربوا الحاجات دي بتعوضهم في الحر. ونخلي بالنا زي ما قلت لكم لو اول القطط بتاعتنا اول مره تاكلوا بنحط لهم معلقه تجربه. بعد كده هيبقى مره واحده بس في الاسبوع، كل اسبوع كده هنحطه لهم مره، بحيث ان احنا ننوع للاكل للقطط وناكلهم الحاجات المفيده اللي ما مش هتضرهم، علشان يستفيدوا جميع الفيتامينات اللي بتبقى موجوده في الاكل. طبعا القطط مشهوره بان هي بتاكل لحوم وفراخ، بس في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده بنحاول نحط لهم الاكل ايه اللي يفيدهم وفي نفس الوقت ما يضرهمش، ويبقى على قد ايدينا زي ما بيقولوا. يعني بكده النهارده نكون خلصنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وكمان اكسبلور كتير عشان مملكة القطط تكبر بيكم.